السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدرس اللي فات، في الدرس الأول، اتكلمنا عن talking about daily routines، التحدث عن الأعمال اليومية. خدت تلات أعمال بعملهم: I wash my face at 5 o'clock, I eat my breakfast at 6 o'clock, و I go to school at 7 o'clock. وعرفت أتكلم عن الأعمال اليومية، عرفت أسمع وأقرأ وراء الأستاذ أو أقرأ من الكتاب. التمرين Lesson 2 Unit 1 My Day Lesson 2، الدرس الثاني، Page 19، صفحة 19، بيقول لي Set the time. Set the time، يعني معناه هو بيقول لي اضبط الوقت، اضبط الوقت. هنظبط الوقت مع بعض كده، تعالوا مع بعض نحل التمرين. هنا بيقول لي يا طلابي اضبط الوقت، همسك القلم الرصاص بتاعي. طيب هنا بيقول لي it's 8 o'clock، it's 8 o'clock، انها الساعة الثامنة، انها الساعة الثامنة تماما، انها الساعة الثامنة تماما. الساعة كام بقى؟ ها، الثامنة. طيب هنا رقم واضح زي الشمس على كام؟ على 8، على 8. طب لما تكون هنا بيقول لي it's 8 o'clock، لما تكون الساعة 8 تماما بالظبط، يبقى أنا هعمل إيه؟ الدرس اللي فات كان حاطط عقرب زي كده، عقرب الساعات على، عقرب الساعات على رقم 8. هنحط هنا دايرة صغيرة كده، شايفين؟ دايرة في النص. وهعمل عقرب الساعات على رقم 8، أعمل سهم صغير كده. ها، لما يكون عندي عقرب الساعة بيكون خلاص، يبقى أنا عملت عقرب الساعات على رقم كام؟ 8. وعقرب الدقائق أطول من عقرب الساعات، يعني شوف أنا هعمل عقرب الدقائق، طالما الساعة 8 بالظبط يبقى لازم يكون عقرب الدقائق على 12، على كام؟ على 12، 12. يبقى الساعة 8، يبقى أحط عقرب الساعات على رقم 8، ب 8 بالظبط أحط عقرب الدقايق على كام؟ على 12. طيب هنعمل الخط أطول من ده بقى، خط رايح في اتجاه رقم 12 وهيكون طويل، شفتوا؟ عملته أنا أطول من الإيه؟ من عقرب الساعات، وأعمل إيه؟ سهم كده، كده أنا ظبطت الوقت، كده أنا ظبطت الإيه؟ الوقت. التمرين اللي بعده بيقول لي complete، أكمل، complete، أكمل. هنا بيقول لي my day، يومي. ها، هنا بيقول لي أكمل. طبعا أكيد أنتوا خدنا التمرين، خدنا الدرس دوت إمبارح، خدناه الحصة اللي فاتت، وإيه؟ امسك القلم الرصاص بتاعك وأكمل معايا. بيقول لي at not o'clock، at not o'clock دوت معناه ايه؟ ان انا ان حياة بتعمل ايه؟ دي حياة او مين؟ حياة، دي دانا اللي شعرها مفلفل، هي وسالم، علي شعره مظبوط، هو وايه؟ حياة. طيب يبقى هنا حياة بتعمل eat breakfast، بتاكل الفطار. كانت بتاكل الفطار الساعة كام؟ مين يقول لي؟ هنعمل ايه؟ ها، الساعة 6، يبقى هنكتب هنا نمبر 6، سهل جدا جدا. هنا اقول له اي، انا ممكن اقول له هنا اي، ها، eat، بس احنا مش هنكتب الكلام ده هنا، لا هنكتب الرقم بس، ان بيبقى في الساعة كام انا بعمل الصورة دي. انا كل اللي انا هكتبه دوت الجمله بتاعت الصوره، اقول له ايه؟ ها، اي ايت، ايت ايه؟ ها، بريكفاست، الفطار. ادي كلمه بريكفاست، ده لو انت عايز تعرف الصوره بتقول ايه. ات 6 o'clock، في الساعه السادسه. طب دي بتعمل ايه؟ جو تو سكول، واحدة شايلة شنطة ورايحة المدرسة.
آي يعني أنا، أذهب يعني go، إلى يعني to، والمدرسة يعني school. خلي بالكو ال سي اتش هنا بتتقري زي الكي. كل ده بيبقى الساعة كام؟ 7 at 7 o'clock. ها، في حاجة صعبة في التمرين؟ يبقى أنا عرفت أضبط الوقت، وعرفت أكمل الوقت على حسب العمل أنا بعمل إيه. وفي الدرس اللي فات اتكلمت عن الروتينات اليومية، خدت 3 روتينات واتكلمت عنها. بيقول لي هنا choose and tell your story، اختار واخبر قصتك. طيب بيقول لي هنا I wash my face، فاكرين دي معناها ايه؟ انا اغسل وجهي. ها، at ايه؟ at 5 o'clock ولا at 8 o'clock؟ at 5 o'clock يبقى هنختارها. طيب I eat my breakfast، أنا آكل فطاري. كانت كل الساعة كام؟ at 7 o'clock ولا at 6 o'clock؟ كان at 6 o'clock، يبقى صح صح. طيب I go to school، طب ما احنا لسه حللنا هنا. أنا أذهب إلى المدرسة إمتى؟ at 7 o'clock. خلاص، يبقى احنا كده خلصنا الدرس الثاني، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.